الطلب الأعزاء في مساق محاسبة 2 مرحبا بكم في محاضرتنا لهذا اليوم سوف نقوم بالتطرق إلى موضوع FIFO بشكل سريع فيما يتعلق بالمادة في بعد ذلك سوف نقوم بالتطرق إلى طريقة لايفون Last In First Out بالإضافة للـ Average Cost لكن حكينا في المحاضرة السابقة عن طريقة FIFO هي First In First Out لكن بشكل سريع راح نقوم بمراجعتها كما هي واردة في المادة التعليمية بداية حكينا أن the first and first out FIFO method assume that the earliest goods purchased are the first to be sold بمعنى حكينا أنه في طريقة FIFO أن البضاعة اللي تم شرائها مبكرا هي إيش؟ راح يتم بيعها أولا FIFO often follows that actual physical flow of the merchandise بمعنى أن طريقة FIFO تأخذ بالاعتبار المف... التدفق الفعلي للسلع وحكينا أو وتطرقنا أو لها بشكل واضح وقمنا من خلال اعداد الجدول اللي كان في المحاضرة السابقة بالتعرف الى تكلفة البضاعة المباعة ومخزون اخر مدة وكان عندي البيانات ظاهرة عندي في الجدول بالشكل التالي وقمنا في المادة قام باحتساب اولا هو الـ Ending Inventory طبعا حكينا انه بشكل عام وخاصة في المحاضرات الصفية اذا كان عندي لحتى مطلوب مني بالسؤال بدي احدد تكلفة البضاعة المباعة او مخزون اخر المدة بحاول اني ابلش دائما في القيمة الاقل بمعنى اذا بنجي بنلاحظ بيانات السؤال عندي كان معطيني مخزون اول مدة مشتريات وكان معطيني اجمال عدد الوحدات المتاحة للبيع واجمال التخريف طبعا اذا بنلاحظ انه كان عندي بالسؤال انه عدد الوحدات المباعه اللي كانت معطى عندي كانت 550 وحده ومخزون اخر مده هو 450 وحده اذا بنلاحظ انه في الماده بلش في الخطوه رقم واحد هو تحديد قيمه المخزون مخزون اخر مده بمعنى هو بلش من القيمه الاقل ليش؟ لانه احيانا بيكون عندي كميه المخزون موجود عندي في المخازن في نهايه فترة بتكون قيمته قليله وبالتالي عمليه احتساب التكلفه له بتكون جدا اسهل لكن تكلفة البضاعة المباعة خلال العام بتكون كبيرة وبالتالي بحاجة إلى معالجات وبحاجة لاحتسابها بشكل طويل بمعنى هي نفس الآلية لكن حكينا للتوضيح حسبناها من استخدام انفنتوري كوست اوف جود باستخدام الجدول وضح لي اعطاني انه مخزون اخر مده كان هو عباره عن قديش كان عندي بيانات السؤال 450 وحده بمعنى انه انا عندي اخذت ال 400 بالكامل وبالاضافه 50 وحده منين؟ من مشتريات 24 ثمانية طب ليش بلش من تحت لما نحكي عن مخزون آخر مدة وحكينا بالفايفو فيرست إن فيرست البضاعة اللي تم شراؤها أولا يتم بيعها أولا بمعنى البضاعة اللي دخلت عندي أول فترة هي كانت عبارة عن مخزون آخر أول مدة بالإضافة للمشتريات اللي كانت عندي في خمسة عشر أربعة وفي أربعة وعشرين ثمانية كان قيمة ميتين وخمسين أخذت أول شيء وبالتالي شو المتبقى عندي ظل عندي البضاعة اللي وردت المخازن في آخر الفترة واللي كانت عندي 400 400 وحده ضرب 13 قطع عندي كان 5200 وكان عندي 50 وحده ضرب 12 كانت قيمتها ايش متبقي من 300 وبالتالي كان عندي 600 اذا التوتال كوست للاندينج انفنتوري 5800 وحكينا بشكل بسيط الكوست اوف جودز available for سيل كان عندي 12000 مخزون اخر المده قيمته 5300 اذا الكوست اوف goods سولد قديش عندي 6200 قم باحتساب الجدول باستخدام الطريقتين للتوضيح للطالب بشكل افضل. لكن الان عنا رح نيجي على بيانات السؤال وراح نحل السؤال باستخدام طريقه لايفو. طبعا لايفو Last In First Out الوارد اخيرا صادر اولا. بمعنى The Last In First Out LIFO Method Assume that the latest goods purchased are the first to be sold. بمعنى أن السلع اللي قام قمت بشرائها مؤخرا هي التي يتم بيعها أولا وعلى سبيل المثال إذا على بيانات الجدول اللي عندي إذا ما نلاحظ لو تكلفة البضاعة المباعة وين كان عندي آخر بضاعة وردت عندي على الشركة على المخازن راح نلاقي إنه هي إيش البضاعة في آخر فترة بمعنى سبعمية عشرين سبعة وعشرين إحداعش وبالإضافة عندي جزء من أربعة وعشرين أوغست إذاً موضح لي هون بيانات السؤال إنه قيمة مخزون آخر مدة خمسة آلاف وبالإضافة معطيني الكوست أوف جود سول المطلوب الآن راح أقوم بنقل بيانات السؤال إلى برنامج الون نوت حتى نقوم باحتساب اللايفو إذاً قمنا بنقل بيانات السؤال عندي على برنامج الون نوت وراح نقوم باحتساب حسب طريقة لايفو اذا راح نبلش الان حل السؤال على طريقه لايبو حكينا لاست ان فيرست اوت البضاعه الوارده اخر شيء راح تكون اول شيء طيب حسب القاعده لو بدنا نقوم باحتسابها مبدئيا كم من وحده كان عندي متاح 1000 وحده عدد وحدات كمخزون اخر مده قديش كان عندي 450 وحده وعندي تكلفه البضاعه المباعه وعدد وحدات المباعه كان 550 وحده اذا ال 550 وحده بدنا نقوم بالتحديد تكلفة عدد الوحدات المباعة حسب طريقة لايفو طبعا لايفو قلنا لاست ان first اوت طيب شو البضاعة اللي وردت عندي آخر شيء حكينا انه في عندي بضاعة سبعة وعشرين إذا راح يكون عندي سبعة وعشرين شو كانت هي عبارة؟ عبارة عن purchase طبعا المطلوب مني قديش؟ كم وحدة ربعت؟ 550 وخمسين قد ايش كان عندي مشترياتي في سبعه وعشرين 400 أربعمائة وحدة. إذا ضرب سعر الوحدة الواحدة عشر إذا بهي الحالة إجمال التكلفة خمسة ألاف وميتين. إذا أنا أخذت الأربعمية بالكامل. زائد بدي بالإضافة كمان إيش؟ بدي أوصلها لقديش عندي؟ خمسمية وخمسين. إذا بعد بدي قديش أنا؟ من ال 400 550 اذا بدي 150 اذا بروح باجي على المشتريات الفتره التاليه وهي الفتره السابقه اللي كانت عندي في قديش؟ بتاريخ 24 8 اذا في 24 8 كانت القيمه هي عباره عن ايش؟ كانت عباره عن بيرتشيز قديش كانت عندي راح اخذ منها راح اخذ منها 150 وحده طيب ال150 وحده بسعر 12 دولار اذا بهي الحاله 150 ضرب 12 راح تكون قيمتها 1800 اذا الان لو سالنا قديش عدد الوحدات المباعه صار عندي 550 وحده طيب ال550 وحده قديش تكلفتهم علي إذا خمسة آلاف زائد ألف وثمانمية راح يعطيني سبعة آلاف دولار. إذا إذا بهاي الحالة أنا وصلت إلى ما يسمى الكوست cost of goods إذا هي عبارة عن خمسمية وخمسين وحدة بسعر عندي سبعة آلاف دولار. طيب. حكينا احنا اخذنا هون 150 وبالتالي أعطاني 550 وحدة طيب الآن شو المطلوب مني بدي أقوم بتحديد تكلفة المخزون آخر المدة مخزون آخر مدة هو عبارة عن قديش 450 إذا رح نيجي الآن قوم بتحديدها رح نقوم بحسابها باستخدام الجدول إذا قمنا بإنشاء جدول الآن مطلوب مني نحدد قيمة مخزون آخر مدة إذا بدنا نحتسب الاندينج ending inventory قيمة مخزون آخر المدة طيب حكينا إنه بال FIFO last in first out بمعنى البضاعة الواردة أخيرا صادر أولا إذا شو راح يكون عندي البضاعة آخر المدة راح تكون هي البضاعة اللي اجتني أول الفترة لانه البضاعه اللي بتجينا اخر شهر هي بتطلع من المخازن وبالتالي البضاعه المتبقيه هي البضاعه اللي جت عندي في اول فتره طيب شو هي البضاعه اللي كانت في اول فتره طبعا مبدئيا كان عندي اليونتس ان in ending انفنتوري 450 وحده طيب نيجي عليهن بدي 450 وحده اذا راح يكون هي عباره عن مخزون اول مده January 1 اذا في واحد واحد راح يكون عندي beginning. البيجنينج انفينتوري اللي كانت قيمتها 100 وحده بسعر 10 دولار اذا كان يعطينا 1000 وحده اذا الان راح نلاحظ انه مبدئيا عندي 100 وحده زائد إذا قديش بدي بدي كمان ل 450 ضل علي بدي 350 اذا راح اروح على المشتريات بالفتره التاليه هي عباره عن كانت 15 4 واللي كانت عباره عن بيرتشيز برتشايس واللي كانت قد ايش 200 وحده بسعر 11 دولار اذا بهاي الحاله 2200 اذا الان صار عندك قديش 200 اذا 100 200 300 بعد بدي قد ايش كمان حتى اوصل 450 ضل علي 150 اذا راح يكون ايش من اشتريات البتراء اللي بعدها وهي اللي كانت عندي ايش في 24/8. إذا 24/8 كانت عندي Purchase واللي كانت 150 وحدة جزء بس بدي جزئية بسيطة لأنه 100 زائد 200 زائد 150 شو بعطيني؟ بعطيني 450 وحدة. وهذا ايش؟ عدد الوحدات المتبقية كمخزون آخر مدة. إذاً، إذاً عندنا هون ending inventory إيش؟ units. إذاً 150 السعر الإفراد الوحدة الواحدة كانت عندي ايش؟ 12. إذا 150 ضرب 12 بعطينا 1800 الآن لو بشكل سريع احتسبنا عدد الوحدات كمخزون آخر مدة 100 زائد 200 زائد 150 راح يعطينا 450 وحدة ال 450 وحدة قديش تكلفتهم علي الآن مخزون آخر مدة راح يكون قيمتهم 5000 إذا 1000 زائد 2200 زائد 1900 بعطيني ايش 5000 اذا هون راح يعطيني ايش؟ ال ending inventory اذا راح تكون عندي ال ending inventory ايش؟ بالدولار اذا حسبنا الكوست cost of goods sold واحتسبنا ال ending inventory وذاكرين حسب القاعدة اللي أخذناها في المحاضرة السابقة أنا ما في داعي أحتسب للجزئتين حكينا بشكل بسيط إنه في عندي حساب يسمى الـ cost of goods available available for sale شو يساوي؟ حكينا هي عبارة عن الـ cost of goods sold زائد ال ending inventory طيب خلينا نشوف حسب القاعدة اللي عندي حكينا ال cost of goods available for sale قديش كان عندي؟ 12000 إذا 12000 تساوي الـ اوف of Goods قديش كانت عندي؟ سبعة آلاف. لو افترضت إني أنا ما احتسبت الـ Ending Inventory، والـ ending inventory كانت عندي إيش؟ مجهولة. إذا بقدر أقول بشكل بسيط هي عبارة عن عشر ألف ناقص، عشان أطلع القيمة، هي فيما يتعلق بها. 12000 ناقص 7000 ، بعطينا بهاي الحالة الـ Ending Inventory واللي قيمتها قديش عندي 5000. إذاً بهاي الحالة أنا احتسبتها بشكل سريع. خلينا نقوم بالتنسيق. إذاً هيك بهي الحالة أنا احتسبت قيمة ال ending inventory بشكل سريع. بدل ما احتسبها عندي في السؤال. أو بمعنى آخر، إذا أنا طلعت ال ending inventory بطلع الكوست cost of goods نفس الآلية راح أقول بشكل بسيط هي 12000 تساوي في البرنامج مباشرة لما أقوم بضغط بوضع شرط يساوي بعطينا القيمة إذا اثنا عشر ألف كوست أوف جودز أفيلبل أنا معطيني في السؤال عندي الإندينج إنفنتوري الكوست أوف جودز سولد غير متاحة زائد الإندينج إنفنتوري كانت قيمتها خمسة آلاف إذا بشكل بسيط راح أقول هي إيه عبارة عن اثنا عشر ألف ناقص الخمسة الاف اذا بهاي الحالة راه يعطيني الـCourse of Goods Sold اذا بهاي الحالة انا طلعت cost of Goods Sold بس باحتساب قيمة واحد اذا هاي cost of Goods Sold او عن قيمة الاندينج انفنتوري طبعا دائما في نقطة مهمة بغض النظر الطريقة اللي نقوم باستخدامها هل هي فايفو ولا لايفو ولا الويت افريج مجموع الـ cost of goods sold زائد الـ ending inventory لازم يعطيني الـ cost of goods available for sale اذا بدنا نتذكر الـ ending inventory زائد الـ cost of goods sold مجموعهم بغض النظر إستخدام طريقة فايفو ولا لايفو ولا ويت افريج مجموعهم لازم يعطيني الكوست cost of goods available for sale إذا هذا فيما يتعلق بطريقة لايفو إذا بالعودة للمادة التعليمية زي ما ظهر عندي في بيانات السؤال قيمة الـ ending inventory خمسة آلاف ومعطينا الكوست cost of goods sold قيمتها سبعة آلاف دولار إذا متأكد إنه بهي الحالة إنه حنا صحيح طبعا في عندي الطريقة الثالثة هي الـ average cost متوسط التكلفة بقول the average cost method allocates the cost of goods available for sale on the basis of weighted average unit cost incurred بمعنى ان متوسط التكلفة طريقة متوسط التكلفة بتقوم بتخصيص التكاليف المت... البضاعة المتاحة للبيع the cost of goods available for sale على اساس هو ايش المتوسط المرجح لعدد الوحدات بمعنى the average unit cost method assume that the goods are similar in nature بمعنى the cost of goods available for sale قداش كان عندي 12 ألف إيش كان عندي وحدات total units available for sale عدد الوحدات المتاحة للبيع ألف وحدة إذاً the weighted average unit cost 12 دولار وبالتالي the company تقدر تطبق هاي الطريقة على احتساب تكلفة البضاعة المباعة وعدد الوحدات ومخزون آخر المدة طبعا نيجي على بيانات السؤال كانت معطاه عندي زي ما وضحناها بشكل مسبق وبالتالي 12000 هي تكلفه البضاعه المتاحه للبيع نحكي عن تكلفه هون تكلفه البضاعه المتاحه للبيع على عدد الوحدات المتاحه للبيع اذا 12000 على 1000 وحده بعطيني 12 دولار بمعنى اخذت المتوسط الان لو جيت الان بطلع بدي احتسب مخزون اخر المده مخزون اخر المده قديش كان عندي؟ نرجع بيانات السؤال، احنا بعنا 550 وبالاضافة ايش؟ ظل عندي ايش؟ 450، إذا 450 ضرب 12 بعطيني 5400. وحكينا إن الكوست اوف جودز افيلبل فور سيل هي عبارة عن مجموع الاندينج ايفنتوري زائد كوست اوف جودز سولد، مجموعهم بعطيني الكوست اوف جودز افيلبل فور سيل. إذا طلعت قيمة واحدة بقدر أطلع القيمة المتممة لحتى أصل ايش؟ لتكلفة البضاعة المتاحة للبيع. لكن راح نقوم بنقل بيانات السؤال واحتسابها بشكل سريع باستخدام البرنامج OneNote. إذا قمنا بنقل بيانات السؤال حسب طريقة ايش؟ الـAverage Cost. إذا راح نشتغل الآن الـAverage Cost متوسط التكلفة. أو أحياناً بنطلق عليها الـweight average متوسط المرجح. طبعاً قانونها جداً بسيط. هو عبارة عن الكوست

بنصل لقيمه ما تسمى Weighted Average يونت كوست هذا القانون اللي عندي طبعا لو بنيجي نطبق القانون بشكل سريع هو عباره عن ايش 12000 الف الكوست اوف جوز available for sale اذا 12000 الف تقسيم التوتال يونتس available for sale اذا عندي التوتال يونتس افالبل فور قد قديش كان عندي؟ 1000 وحده اذا بهي الحاله الويت افريج يونت كوست عندي قديش؟ 12 دولار الان بشكل بسيط لو بدي اطلع تكلفه البضاعه المباعه اذا الكوست اوف جودز سولد هي عبارة عن عدد الوحدات المباعة راح أكتب القانون اليونت سولد مضروبة إيش فيندي بالويتد أفريج يونت كوست إذا بالويتد أفريج يونت كوست وبالتالي شو بيطلع عندي الكوست اوف جود سولد اليونت سولد قديش كان عندي عدد الوحدات المباعه 550 وحده ضرب البيت ده قديش كان عندي البيت الابرزه المبيعه عندي في السؤال 12 دولار اذا بهاي الحاله راح يطلع عندي الكوست اوف جود سولد 6600 دولار اذا هاي عندي الكوست اوف اذا بشكل بسيط لو بدي اقوم الان باحتساب ال ending inventory اذا ان ending inventory حسب القانون جدا بسيط اذا اليونتس ان ending inventory اذا عندنا units ان ending inventories مضروبة ايش في عندي؟ في ال weighted average unit cost اذا عندنا weighted weighted average unit cost وبالتالي اليونتس إندينج انفنتوري كان عندي قيمتها؟ 450 وحدة مضروبة في ايش؟ في الويتد واللي كان عندي ايش قيمتها؟ 12 إذا بهاي الحالة نصل إلى 5400 وهي قيمة الاندنج inventory وحكينا حسب القانون اللي له في الجزئيه الاولى في المحاضره وبالاضافه للمحاضره السابقه حكينا ان الكوست اوف جودز available available for sale هي عباره عن تساوي حكينا الكوست اوف جودز سولد كوست اوف goods sold زائد ال ending inventory إذا ending inventory وبالتالي بنقدر نطلعها من خلال المتم كانت عندي الـ cost of goods أبل فرصة قديش كان عندي قيمتها كانت 12000 حسب القانون إذا إذا أنا بطلع قيمة تكلفة البضاعة المباعة، وما بعرف عندي الآن، وبالتالي خلينا نقول إشارة (question مارك زائد لكن الآن طلع قيمة مخزون آخر المدة اللي كان عندي إيش؟ 5400. إذا بشكل بسيط راح أقول هي عبارة عن 12000 ناقص ال 5400. إذا بصل إيش؟ الـ Cost of Goods sold إذا الـ Cost of Goods sold إذا هيك بكون شرحنا طريقة الـ Average Cost إذا إلى هنا تنتهي محاضرتنا شكرا لكم على حسن المشاهدة <applause>